الأموال العامة تتسلم تقرير تقصي الحقائق حول فساد القمح، واللجنة تطلب حماية الشهود. مجلس النواب يناقش قانون بناء الكنائس بعد منحه المحافظين سلطة إصدار التصاريح. أهلا بكم. وفي هذه النشرة أيضا، في خطابه السنوي أمام الدبلوماسيين، أولاند يؤكد مصر لها دور أساسي في استقرار المنطقة ومحاربة الإرهاب. الثالثة في النهار اليوم، نشرة الأخبار، أهلا بكم. تسلمت نيابة الأموال العامة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول وقائع الفساد بصوامع وشون الأقماح وتوصيات الحكومة التي أودعتها، وطلبت اللجنة من النيابة ضرورة حماية جميع المبلغين والشهود الذين تعاونوا معها وكل من أدلى بشهادته بواسطة أجهزة إنفاذ القانون. وكانت لجنة تقصي الحقائق للقمح المشكلة من مجلس النواب قد حملت المسؤولية لوزير التموين السابق خالد حنفي عن الفساد والتلاعب في توريدات القمح. وكشف تقرير اللجنة عن أن إجمالي العجز في الصوامع والشون التي زارتها والتي يبلغ عددها 9 بلغ نحو 200,000 طن، بما يعادل نحو 560 مليون جنيه. هذا ويناقش مجلس النواب برئاسة علي عبد العال مشروع قانون تنظيم ترميم وبناء الكنائس ويصوت عليه، حيث كانت اللجنة المشتركة لمشروع قانون بناء وترميم الكنائس برئاسة النائب بهاء أبو شقة قد وافقت على مشروع القانون بعد إلغاء المادة 6 ودمجها في 5، والتي تمنح المحافظة صلاحيات البت التي طلب ويطلب فيها بناء أو ترميم الكنيسة خلال 4 أشهر. رحب صندوق النقد الدولي بإقرار مجلس النواب في مصر لقانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% على أن تزيد إلى 14% بداية من السنة المالية المقبلة. ووصف كريستوفر جارفيز رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر هذه الخطوة بأنها إنجاز تاريخي. وقال جارفيز إن الضريبة تتسم بالكفاءة وستساعد في زيادة الإيرادات الحكومية وخفض عجز الموازنة. وأبدى جارفيز استعداد صندوق النقد لتقديم المساعدة الفنية إلى مصر في ضوء أفضل الممارسات الدولية. تعلن اللجنة العليا للانتخابات مساء اليوم نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات التكميلية التي أجريت على المقعد الشاغر بدائرة حدائق القبة بالقاهرة. ومن المقرر أن تعلن اللجنة عن أسماء المرشحين اللذين سيخوضان جولة الإعادة من بين 13 مرشحا لشغل المقعد الخالي بوفاة النائب سيد فرج، فيما تشير التوقعات إلى إجراء جولة الإعادة بين حسين أبو جاد وحشمة فهمي. أجلت محكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمة 67 متهما في قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات إلى جلسة 17 سبتمبر. وقرر المستشار حسن فريد رفع حظر النشر بالقضية، فيما طالب النيابة بندب لجنة من الإذاعة والتلفزيون لفحص فيديوهات الحادث. وقال ممثل النيابة العامة خلال الجلسة إن التحقيقات أثبتت أن المتهمين شكلوا خلية إرهابية بالتعاون مع جماعة الإخوان تحت مسمى مجموعات العمليات النوعية لاستهداف رموز الدولة في إطار مخطط لهدمها وإسقاط مؤسساتها بالاتفاق مع الجناح العسكري للجماعة متمثلا في حركة حماس. وصل وفد من روسيا وألمانيا لتفقد حطام الطائرة الروسية المنكوبة التي سقطت فوق شبه جزيرة سيناء في أكتوبر الماضي. وقالت لجنة التحقيق في الحادث في بيان لها حصلت النهار اليوم على نسخة منها إنه جرى في وقت سابق نقل جميع أجزاء الطائرة لمكان مؤمن بمطار القاهرة تمهيدا لعملية اصطفاف أجزاء حطامها ودمج وتجميع أجزائها وترتيبها بالشكل الطبيعي. وأضافت اللجنة أن العملية تهدف إلى معرفة نقطة بداية حدوث التفكك في جسم الطائرة. وأشارت اللجنة في بيانها إلى أنه من المتوقع انضمام ممثلي كل من أيرلندا وفرنسا وممثل معتمد من الولايات المتحدة الأمريكية وهي الدولة المصنعة للمحركات وأحد الخبراء المتخصصين في محركات الطائرة، بالإضافة إلى خبير من شركة إيرباص
للمشاركة في عملية الاصطفاف. نفى مجلس الوزراء الأنباء التي تحدثت حول تنازل مصر عن جزيرة تشيوس، مؤكدا أن الجزيرة تعود ملكيتها من الأصل للدولة اليونانية وليست ملكا للدولة المصرية على الإطلاق. وبحسب بيان لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فإنه لم يتم حتى الآن ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، مشيرا إلى أن لمصر بعض الممتلكات تتبع وزارة الأوقاف على جزيرة أخرى وهي ثاسوس اليونانية، فيما أضاف أن وفدا رفيع المستوى من هيئة الأوقاف سيتوجه إلى اليونان عقب عيد الأضحى لدراسة الاستثمار الأمثل لأملاك هيئة الأوقاف بالجزيرة. هذا ونفى البيان وجود خلل في منظومتي السلع التموينية والخبز أو رفع أسعار تذاكر السكك الحديدية. قال رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران صفوت مسلم إنه بنهاية رحلات اليوم ستكون الشركة قد نقلت 62% تقريبا من إجمالي عدد الحجاج المخطط نقلهم إلى الأراضي المقدسة خلال الموسم الحج لهذا العام، والبالغ عددهم 65 ألف حاج، حيث نقلت الشركة ما يقرب من 40,500 حاج على متن 196 رحلة جوية بواقع 107 رحلات إلى جدة و89 رحلة إلى المدينة المنورة. ومن ناحية أخرى أعلنت وزارة الصحة وفاة رابع حاج مصري في الأراضي المقدسة إثر انسداد معوي، وهو من حجاج محافظة البحيرة ويبلغ من العمر 65 عاما. مشاهدينا، وفي هذا السياق ننتقل الآن على الهواء مباشرة لمؤتمر لوزارة الدفاع المدني السعودية حول استعداداتها لموسم الحج. وتعتني الذي أعدته وزارة الدفاع المدني السعودية للحديث عن استعداداتها لموسم الحج. وما زلنا في هذا السياق، حيث فتحت السلطات المصرية معبر رفح اليوم ولمدة 3 أيام لعبور أول فوج من الحجاج الفلسطينيين لأداء فريضة الحج. هذا وتفقد عدد من القيادات الأمنية إجراءات عبور الحجاج القادمين من القطاع والمتجهين إلى أماكن السفر، حيث تم إعطاء الأولوية للحالات الإنسانية وكبار السن للعبور وتقديم الورود والمشروبات المثلجة للحجاج. وأشاد الحجاج بدور الحكومة المصرية في تسهيل وتيسير إجراءات عبورهم. استقبل رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل نظيره الأردني هاني الملقي والوفد المرافق له في مطار القاهرة الدولي في إطار فعاليات الدورة 26 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة. وتترأس الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي والدكتور جواد العناني نائب رئيس الوزراء الأردني للشؤون الاقتصادية اليوم الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة على المستوى الوزاري، على أن تعقد اللجنة العليا يوم غد برئاسة شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ونظيره الأردني هاني الملقي. توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة تستغرق 24 ساعة، وذلك لإجراء مشاورات مع نظيره الفرنسي جان مارك أيرو. وتتركز الزيارة على الجهود المصرية والفرنسية والدولية لتفعيل عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، كما يبحث الوزيران تطورات الأزمة السورية والأوضاع في ليبيا. وفي سياق آخر، أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند دور مصر الفاعل في مواجهة الإرهاب واستقرار المنطقة. وشدد أولاند في الكلمة السنوية أمام السفراء الفرنسيين على أهمية التعاون مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجالي الدفاع والتنمية الاقتصادية لدعم مصر في مواجهة الجماعات الإرهابية بسيناء وحدودها الطويلة مع ليبيا في ظل الانقسامات التي تشهدها المؤسسات الليبية وظهور داعش الإرهابي في سرت. mettre en cause aussi un certain nombre de pratiques notamment fiscales ou
أدان المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف توسع الاستيطان الإسرائيلي خلال الشهرين اللذين أعقبا دعوة اللجنة الرباعية الإسرائيلية لوقف بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية. وقال ملادينوف في تقرير للمنظمة الدولية إن إسرائيل تقوم بمسوحات لأراض على مشارف مدينة بيت لحم لإقامة مستوطنة جديدة في خطوة يمكن أن تسهم في تفتت جنوب الضفة الغربية. وأشار إلى أن جميع هذه الخطط الإسرائيلية ستخلق مستوطنات غير قانونية، داعيا السلطات الإسرائيلية إلى التوقف عن إصدار مثل هذه القرارات وضرورة إلغائها. أما في ليبيا فسيطرت قوات حكومة الوفاق الوطني على أحد آخر معقلين لتنظيم داعش الإرهابي في سرت، وأعلنت القوات الحكومية سيطرتها على الحي رقم 1 في سرت بعد هجوم جديد شنته مساء أمس وقتل فيه 10 من عناصرها، لينحصر بذلك تواجد التنظيم المتطرف في المدينة بأجزاء من حي آخر في شرقها. دخلت قوافل مساعدات إنسانية إلى مناطق في ريف حمص الشمالي وسط سوريا برعاية الأمم المتحدة. ومن ناحية أخرى أعلن مركز التنسيق الروسي للمصالحة في سوريا أن 4 بلدات جديدة في ريف اللاذقية انضمت إلى عملية المصالحة الوطنية خلال 24 ساعة الأخيرة. طالبت الولايات المتحدة الأمريكية تركيا بالتركيز في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي شمال سوريا وعدم الاشتباك مع قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة. وقال وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهندي مانوهار باريكار إن واشنطن تجري حاليا سلسلة اتصالات مع الجانب التركي للتنسيق حول هذا الأمر لعدم حدوث مواجهات بين أطراف الحرب على تنظيم داعش الإرهابي. قتل 5 جنود صوماليين بانفجار سيارة مفخخة بالقرب من قصر الرئاسة في العاصمة موغاديشيو. وقالت الشرطة الصومالية إن الانفجار استهدف نقطة تفتيش واقعة خارج القصر الرئاسي ما أدى إلى مقتل الجنود 5 وتهدم أجزاء في فندقين قرب القصر. وأشار شهود عيان إلى أنهم سمعوا دوي إطلاق نار بعد الانفجار وشاهدوا سحابة دخان كثيفة فوق قصر الرئاسة. يشار إلى أن حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة تبنت سلسلة هجمات في العاصمة الصومالية موغاديشيو. وبالعودة إلى الشأن المحلي، حيث تواصل معامل الحاسب الآلي بالجامعات استقبال طلاب الشريحة الثانية من المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات بحد أدنى 50% لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية. وتستمر أعمال تنسيق تلك الشريحة الثانية والأخيرة من المرحلة التي تضم 117,000 طالب وطالبة لمدة 3 أيام. وكان 65,182 طالبا قد تقدموا بالشريحة الأولى من المرحلة الثالثة مقسمين ما بين 47,276 طالبا بالشعبة العلمية و 17,906 طلاب بالشعبة الأدبية. وفي سياق متصل، تستقبل وزارة التربية والتعليم التظلمات على نتائج الدور الثاني للثانوية العامة وتستمر ل15 يوما. ومن جانبه قال محمد سعد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة إن التظلمات تم قصرها فقط على حالتين بين طلاب الثانوية العامة، الأولى للطالب الذي تمكن من دخول امتحانات الدور الثاني بدرجته كاملة لوجود عذر قانوني معه، والثانية للطالب الذي رسب بامتحانات الدور الثاني. قال اللواء أحمد تيمور القائم بأعمال محافظة القاهرة إنه سيتم توزيع 100,000 حقيبة مدرسية على فئات محدود الدخل بدأت اليوم بمشاركة 30 جمعية أهلية. كما أوضح تيمور أنه سيتم توزيع حقائب مدرسية على أبناء 500 أسرة من قاطني حي الأسمرات الجدد خلال أيام ضمن مبادرات 100,000 شنطة. ده توجه عام في الدولة للتعامل والتعايش مع الأسر محدود الدخل،
واشد احتياجا، لان النهارده ده نسيج مصر ومجتمع مصر ودي مصر. تحياتي للجامعات الاهليه المشاركه تبعنا وبصفه مستمره في التعامل، ولكل من ساهم ويساهم، لان احنا في النهايه بقول دي مصر، ومن سر جمال وعظمه شعب مصر التكاتف في الازمات والتعايش والاخر. وجه وزير الداخليه اللواء مجدي عبد الغفار بتشديد الرقابه وتكثيف الحملات على الاسواق لضبط الاسعار ومكافحه ظاهره الغش التجاري وتداول قطع غيار السيارات المغشوشه بالاسواق. وطلب عبد الغفار خلال اجتماعه بمساعديه بضروره تبني حمله توعيه للمواطنين بالتنسيق مع الاجهزه الامنيه والاجهزه المعنيه بالدوله لبيان خطوره استخدام قطع الغيار والاطارات غير المطابقه للمواصفات، مشددا على اهميه التواجد الشرطي لتحقيق السيوله والانضباط المروري على الطرق والمحاور. تستضيف مدينة شرم الشيخ ملتقى المسؤولية الاجتماعية للمصارف العربية، وذلك بمشاركة 11 مصرفا على مستوى 9 دول عربية. ويقوم الملتقى الذي يستمر على مدار يومين بتكريم بعض البنوك العربية ومنحها جائزة المسؤولية الاجتماعية لمساهماتها في دعم المجتمعات تماشيا مع أهدافها لنشر ذلك المفهوم والسعي لتطبيقه على أرض الواقع. النهارده افتتاح مؤتمر ملتقى خريطة التحول من المساهمات الاجتماعية للمصارف البنوك إلى البرامج الاجتماعية. مشارك فيها 11 دولة عربية، 11 بنك ومصرف من الدول العربية. هيتم تكريم البنوك اللي ليها مساهمات اجتماعية وهيعرضوا المساهمات بتاعتهم وإيه هي الأفكار اللي احنا هنحاول نساعدهم إن هم تتحول إلى برنامج مستديم، ما يبقاش مجرد مساهمة مرة وخلاص وكده. موجودة معنا مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة عبير شقوير، هتعرض مساهمة الحكومة المصرية في الموضوع ده وهي هي المبادرات اللي اتعملت في أكثر من مجال الحقيقة، والغرض منها أن يكون في استمرار. الحمد لله يعني الإيفنت ده اتعمل في شرم الشيخ وهيكون بداية فعاليات مماثلة في التحول المساهمات الاجتماعية للمجتمع المصري، هيكون بصفة مستمرة بإذن الله. الوزارة النهاردة في المؤتمر بتعرض النموذج اللي هي بتشتغل بيه في مجال المسؤوليه الاجتماعيه، وده الحقيقه نموذج يمكن احنا منفردين بيه، وهو ازاي ان كل شركاء التنميه في القطاع سواء شركات قطاع خاص او مؤسسات مجتمع مدني او الوزاره بيشتغلوا مع بعض في رؤيه، تحت رؤيه واحده وتوجهات واحده، بحيث ان المشروعات اللي بتتعمل جوه القطاع يبقى ليها اثر اكبر على المجتمع. الحقيقه احنا النهارده قدرنا من خلال الاستراتيجيه ومن خلال اللجنه للمسؤوليه الاجتماعيه للقطاع بتضم اغلب شركات القطاع ومؤسسات المجتمع المدني ان احنا نتشارك في مشروعات كتير جدا لخدمه الايتام، لخدمه الفئات الاولى بالرعايه بشكل عام، ذوي الاعاقه، السكان المناطق العشوائيه، كلها طبعا من خلال اتصالات تكنولوجيا المعلومات. الى هنا تنتهي اخبارنا، وقبل الختام تذكره بعناوين النشره. الاموال العامه تتسلم تقرير تقصي الحقائق حول فساد القمح، واللجنه تطالب الحمايه للشهود. مجلس النواب يناقش قانون بناء الكنائس بعد منحه المحافظين سلطة إصدار التصاريح. وفي خطابه السنوي أمام الدبلوماسيين، أولاند يؤكد مصر لها دور أساسي في استقرار المنطقة ومحاربة الإرهاب. نهاية نشرة الأخبار من تلفزيون النهار، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.